ارحب فيك وارحب بالاخوه المستمعين جميعا. يا مرحبا وسهلا فيك. وكيف تصفون الوضع هناك الان الرائد خالد في محافظه شمال وجنوب الباطنه؟ نعم، الصوره اليوم اخي عبد الله بلا شك صوره ايجابيه، الجميع يساهم ويقدم يد العون، ولعلي يعني استحضر المقوله التي تقول ان هنالك يد تحمي ويد تبني، بل وأضيف عليها أن اليوم في عمان الخير والعزة والرفعة على جميع المستويات، يد تساعد ويد تغيث ويد ترسم الاطمئنان، وأخرى تعيل الأخ وتعيل الجار وتعيل الصديق. ما دام هنالك مواطن في عمان متضرر، ما بلا شك أن الجميع سوف يمد يد العون بكل الأعمال، مختلف الأعمال مختلف الأوضاع، الجميع يساهم بشكل أو بآخر، الجهات العسكرية وكذلك الأمنية والمدنية والقطاعات الحكومية والخاصة وكذلك المواطنين، تعاضد الجميع أخي عبد الله من أجل تحقيق الغاية يعني المنشودة والأهداف المبتغاة. كل هذه الجهود تأتي طبعا طوعا ووفاء لهذا الوطن العزيز قيادة وأرضا وشعبا. حفظ الله عمان وحفظ الله جلالة العاهل المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، وحفظ الله أبناء عمان المخلصين. اللهم آمين. قوات السلطان المسلحة أحد هذه الجهات في الميدان التي تساند كذلك الجهات الأخرى في التقليل من هذه الأضرار. الرائد خالد، نتحدث كذلك عن دور وزارة الدفاع ومساندتها لمختلف القطاعات خلال الأيام الماضية. نعم، منذ الوهلة الأولى للإعلان أخي عبد الله عن هذه الحالة، القوى السلطان المسلحة بدأت بالتفاعل مع الوضع. هناك مثل ما ذكرت مختلف أسلحة قوات السلطان المسلحة، بالإضافة أيضا للحرس السلطاني العماني وقوات السلطان الخاصة والخدمات الهندسية أيضا بوزارة الدفاع وجهات أيضا أخرى تساهم في هذا العمل. العمل دائم ومستمر، يوميا هناك مجموعة من الأعمال التي يتم تنفيذها. على سبيل المثال الحصر، الجيش السلطاني العماني يواصل جهوده طبعا في شق وتمهيد وإعادة فتح الطرق المتضررة، وكذلك هناك أعمال خاصة بالجيش من حيث عمليات قطر ونقل عدد يعني من المركبات الخاصة بالمواطنين وابعادها عن مجاري الأودية والمواقع التي يوجد فيها مجموعة كبيرة من المياه جراء الأمطار. طبعا سلاح الجو السلطاني العماني أيضا طلعات جوية متتالية ومستمرة على مدى هذه الأيام. بالأمس أو قبل أمس كان هناك 30 طلعة جوية مماثلة أيضا، الطلعات الجوية قريبة من هذا الرقم بالأمس وهي مستمرة اليوم أيضا. الطلعات الجوية تنوعت ما بين طلعات جوية خاصة بالبحث والإنقاذ وأخرى كانت خاصة بالإخلاء الطبي، وأيضا طلعات جوية خاصة بالمساعدات من خلال الطائرات العمودية بسلاح الجو السلطاني العماني. الجميل أن هناك أيضا مساهمة من الطائرات العمودية بشرطة عمان السلطانية، وأيضا الطيران السلطاني ساهم أيضا مع بقية هذه الطائرات، الطائرات العمودية التابعة للطيران السلطاني بشؤون البلاط السلطاني، أيضا بالتنسيق طبعا مع عمليات الحرس السلطاني العماني قامت بعدد من الرحلات لإسناد عمليات الإغاثة للمواطنين وأيضا تقديم الدعم اللوجستي لفرق الإنقاذ والإغاثة باللجنة الوطنية للدفاع الوطني. كل هذه الجهود وجهود أيضا أخرى تقدم من قوات السلطان المسلحة ومختلف الجهات البحرية السلطانية العمانية أيضا قدمت أدوار وليس دور من خلال يعني تمشيط السواحل المطلة على محافظة شمال الباطنة، وذلك لتأمين المناطق طبعا الساحلية المتأثرة بالحالة المدارية، وأيضا انتشال القطع والعوائق التي يعني
جرفتها الأودية للبحر التي قد تشكل بلا شك خطورة على سلامة الملاحة البحرية. كما تقوم أيضا البحرية السلطانية العمانية بمسح مداخل الموانئ البحرية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها للاستخدام هناك المسح الهيدروغرافي التي تنفذه وحدات البحرية السلطانية العمانية. أيضا على مستوى الخدمات الهندسية، دعم الجهود الوطنية لإعادة التيار الكهربائي في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، تقديم الإسناد طبعا اللازم لشركة مجان للكهرباء في إصلاح وإعادة وتأهيل أعمدة الكهرباء هناك. أيضا الخدمات الهندسية قبل أمس أعادت تهيئة الطريق الذي يربط ما بين ولاية الخابورة وولاية السويق، بالأمس أيضا أنهت عملها بالشارع ما بين الشارع السريع باتجاه منطقة الهجاري، أنهتها بالكامل عملية الأعمال الخاصة بتمهيد هذا الطريق. اليوم الخدمات الهندسية لديها مجموعة أخرى من المهام من خلال الطريق الذي يربط ما بين الشارع السريع باتجاه وادي بن عمر، مجموعة من الأعمال. أيضا هناك صهاريج المياه من الجيش السلطاني العماني وأيضا سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية وكذلك الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع. قوة السلطان الخاصة أخي عبد الله أيضا ساهمت، تقوم طبعا بتقديم نقل وتوزيع المواد التموينية والغذائية الضرورية لأهالي وقرى ولاية السويق كجزء من هذا التكاتف والمساهمة. نعم، يعني الرائد خالد، من خلال وقوفكم على حجم الأضرار بعد انتهاء طبعا التأثيرات المباشرة على هذه المناطق، هل استدعت الحاجة إلى زيادة سواء الأفراد المعدات، وهل هناك نية كذلك خلال القادم الوقت إذا ما دعت الحاجة أن يكون هناك كذلك زيادة في نوعية الدعم المقدم، لأنه أحيانا مع البدء في هذه الأعمال يتضح أن هناك يعني أضرار قد تكون أكبر مما هي يعني مشاهدة لدينا؟ نعم أخي عبد الله، بالنسبة لهذا الجانب طبعا مثل ما أنت عارف أن معظم المناطق كانت مغمورة في المياه، فمستوى الأضرار ومعرفة تفاصيلها بشكل دقيق ما كان بالصورة الواضحة بسبب هذا الغمر الكبير لهذه الكمية المياه الكبيرة. الأعمال حاليا أصبحت أكثر وضوحا من السابق، الأعمال بدأت أكثر كثافة من الأيام الماضية وهي بشكل متسارع، المعدات أكثر، عدد المساهمين أكثر، الجهات أيضا بشكل أو بآخر بدأت تأخذ منحنى في ازدياد، يعني ممكن أن تصف أيضا المساهمات الوطنية والمواطنين، تسمع النداءات يعني مختلفة من مختلف المناطق والمحافظات في السلطنة، الكل يود أن يساهم، الكل يود أن يمد يد العون. الحمد لله لحمة وطنية جميلة، الكل يراها بشكل إيجابي ويرى هذا التكاتف المجتمعي من الجميع. نعم، يعني هل هناك خطة زمنية معينة مثلا لانتهاء عملياتكم في الميدان سواء في شمال الباطنة أو حتى جنوبها؟ نعم، بالنسبة لنا كقوة السلطان المسلحة هناك بأخي عبد الله اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة لقوات السلطان المسلحة، هذه اللجنة انبثقت منها مجموعة من اللجان الفرعية. اللجنة الرئيسية وهذه اللجان الفرعية تقوم بالتنسيق المباشر مع طبعا اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التي هي مسؤولة عن العمليات بشكلها الواضح من حيث تلقي البلاغات والنداءات، ومن ثم يتم تسيير كل هذه القوة وكل هذه الإمكانات في خدمة هذا المشروع الوطني الكبير. كقوة السلطان المسلحة نحن الآن على أرض الواقع نقوم بتقديم العديد من الواجبات المناطة بقوات السلطان المسلحة وفق الاحتياجات، متى ما اقتضت الحاجة من أي جهة من الجهات معونة قوات السلطان المسلحة ومساندتها، فقوات السلطان المسلحة بإذن الله جاهزة وتقدم العون بشكل إيجابي والحمد لله. الله مسألة الانتهاء من الأعمال هي أعمال كبيرة والكل يدرك كذلك،
كمية أمطار الحمد لله أمطار خير وبركة، أمطار كثيرة على مختلف المحافظات. نتمنى أن العمل يستمر على هذه الوتيرة الإيجابية والمتسارعة من أجل إنهاء كل الأعمال المناطة بالجميع وإعادة هذه المناطق وعمان لما كانت عليه بل أفضل من ذلك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الرائد خالد.